السلام عليكم احبتي متابعي قناة كارتون شو، اهلا وسهلا بكم في الدرس الثامن من طريقة عمل فيلم قصير بالانمي استوديو. اليوم البارحة اخذنا تركيب الصوت، اليوم راح نكمل الحركة ونرندر، نفتح مشروعنا اللي هو هذا مشروعنا. اذا تلاحظه هذا مشروعنا والصوت اعتقد موجود، اي هذا الصوت موجود كامل. هسه راح نسوي الحركة، حركة الرجل، حركة هذا الشخص فقط، ما نريد نسوي حركة الذولة، حركة فقط لهذا الشخص. الآن إذا نريد نسوي الحركة نوقف على العظام مالت الشخص، هذا عظام الشخص، هذا عظام الشخص، من رقم واحد نجي إلى بون ونقول له فريز بون حتى نثبت كل العظام. نجي رقم ستة نحاول أن نحرك احنا هذه فريز، نصعد هذه بالرقم واحد. هسه نعدل اليد يعني فقط. هسه نجي الى رقم ستة، نفس الشيء نصعدهن، والشغلة يعني هسه هذا فرضا جاي يحكي، جاي يسولف، يعني جاي يقص القصة، نخلي له يغمض شوية. نجي إلى رقم تسعة ونقول له كنترول اف او بون فريز بون، ثبت. نجي 12 نفتح العين اذا تلاحظ فتحنا العين ونحاول الايد ايضا ننزلها هيك شوية، 14 نجيبها هنا، هاي الإيد نجيبها هنا. طبعا هاي الكونسترين ما مسوينها كاملة، نرجع على الصفر. نجي للعظمة هذه، إذا تلاحظ كونسترين مسوينها صفر، إحنا خنسويها 220، سويها 220، هاي 220، وهذه أيضا نسويها 220. إذا نسويها 220 نشوف شلون تصير طريقتها. أوكي نطلع منه. هسه هاي الحركة ممكن تشتري لي، الحركة تبدأ مع الكلام، نخليها الحركة تبدأ مع الكلام هنا أيضا، هذا السحبة، الحركة بها فرد طريقة. هسه نجي نشوف هذه، نقلهن كوبي وهنا نقلهن بيست حتى ينزلن. هسه إذا تلاحظ تشتري لي الحركة جدا سريعة، لاحظتها؟ ممكن تشتري الحركة سريعة، راح نظللهن كلهن وناخذ أول واحد هذا ونضغط Alt ونسحبهن، إذا تلاحظ صارن أبطأ. ممكن تشتري لي ماكينة حلاقة هنا، من إجت هنا هذه إحنا المساع ما سويناها. نلف اشتري لي ماكينة هنا، نقول له بون، نقول له فريز بون. نجي هنا ناخذهن ذلني كلهن، هذلني كلهن، نقلهن كوبي ونقلهن بيست بهالمكان. إذا تلاحظ سوينا لهن كوبي بيست، راح نسحبن شوي لنبعدهن.
ومنا ندوس Alt ونسحبها بالمقلوب، نسحبها بالمقلوب. لاحظ هسه شلون صارت. تشتري لي ماكينة حلاقة لأني أحتاجها ضروري. شوف لاحظ أن الحركة نفسها بس انعادت. هنا نقول له فريز بون، وهنا هنا نخلي بهالطريقة نسوي ننزل الراس شوية هالشكل، نجيب هذا يعني التحريك بهذه الطريقة. إذا تلاحظ هسه نقول له فريز بون، فريز بون. نجي هنا، نجي هنا نرفع الرأس ونشوف شلون صارت الحركة. ذهب الزوج واشترى، هذه لازم تصير أقرب. ذهب الزوج، هذا إني صار أقرب بعد. إحنا ذهب الزوج واشترى، نقول له هنا فريز بون، ونجي هنا نعيد نعيده إلى كما هو، ونسوي له تدوير وجه، تدوير وجه وتغميضة عين، نخليها تغميضة عين، وننزل الإيد هذه، نصعد هاي شوية، وننزل هذه، ونجيبها هنا، هنا نسوي له فريز بون، وهنا نفتح العين، نفتح العين. وهنا نأشر هذه التور، نجي هنا نفر التور ونفر الراس قليلا. هسه إذا تلاحظ ذهب الزوج واشترى لها الماكينة، هذه سريعة الحركة، لازم نبطئها، نظللهن وعلى الأولت ونسحبهن. لاحظ ذهب الزوج واشترى لها الماكينة. هنا نسوي، هنا نسوي فريز بون، ونخلي هنا ونسوي نسوي العين هيج او البؤبؤ. هسه ناخذه البؤبؤ، احنا مش مسوي له، نجي هنا نقول له فريز بون، ونرجع البؤبؤ، رجع العين إلى كما هي، ونسحب. نجي هنا نسوي فريز بون للأخير. هسه احنا نحاول أن نسرع شغلنا. أو خلي هيج، نسحبها منا ونخلي يغمض هنا، يسوي تور، وهنا يفتح عينه. نشوف شنو سوينا. أخذتها منه فدخلت دورة المياه، دورة المياه. نقول له فريز بون، فريز بون. نجي هنا نرجع التور الوجه، نجيبه هذا شوية، نرفعها، نسحب على هالشكل. نجي هنا نسوي فريز بون، فريز بون لازم نسوي حتى الحركة العين هسه يغمض. هنا فريز بون يفتح عينه، يفتح عينه،
المشكلة هذه ما مسوي لها هسه نشوف شنو سوينا. فحلقة شعر رأسه هسه نقدر مثلا هذه هاي الحركة كلها نيجي هنا نخليها على هذا الرقم ونقول لها كوبي وبعدين نقول لها بيست. إذا تلاحظ صارت الحركة نفس الحركة هذه. هسه الحركة شوف لاحظ هاي الحركة بطيئة منا لهنا، هاي البتوين كلش بطيئة. شو نسوي احنا البتوين هذه كلش بطيئة، ناخذ هاي أول وحدة اللي سويناها نقلهن كوبي ونيجي هنا بهالمكان نقلهن بيست حتى الحركة البتوين البين بين ما تصير حركة بطيئة. شعر رأسه هسه شعر رأسه. فلما رأتها ابنتها قالت لها لاحظ هسه نيجي هنا ناخذ ذني كوبي ونقول له بيست مرة ثانية لاحظ ان هاي الحركة نسحبهن كلهن نظللهن كلهن ونسحبهن بالمقلوب يصيرن حتى يصيرن بالمقلوب شوية نعطيهن مجال حتى يصيرن. هسه البتوين اكيد راح يصير عندنا حركة بطيئة جدا بالبتوين. لاحظها قالت لها لماذا فعلت هذا يا ماما. هسه قالت لها هسه نقول له بونز فريز بونز نشتغل على الوجه على العين نشتغل على هذه ونشتغل عليها. نشتغل هنا نفتح العين ونسحبن لازم نسوي فريز بون بس هسه نشوف. قالت لها لاحظ سريع الحركة نظللهن ونسحبن شوية حتى تصير أبطأ. قالت لها كي أستريح هسه ذني نفسهن راح ناخذهن ذني نقلهن كوبي بعدين نقلهن بيست نفس الحركة اللي أخذناها مالت اليد. إذا تلاحظ نظللهن كلهن أولت ونسحبن بالعكس حتى يصيرن مقلوبات تصير العملية مقلوبة. قالت لها كي أستريح يا بنيتي فقل هسه نقول له فريز بون نسحب نسوي هاي حركة ثانية شوية نسحبها هيج نسحبها بهالطريقة. إذا تلاحظ بون فريز بون نجي لأن فريز بون كنترول اف نرجع نفس الشغلة بس هذه ننزلها شوية نسحب هاي نسحبها وين صاعدها شوية هاي الشكل وين ننزلها ونجي هنا اثنين فقط نرفعها ونعدله ونعدل التورن. خلينا نشوف شلون صارت الحركة. فكل أماكن هذا البيت أوكي أوكي حركة شوية ننطي هاي فكل أماكن هذا البيت لم تسلم من سكوت شعري. هنا نسوي فريز بون وهنا نسوي تغميضة عين. هنا فريز بون أيضا ونسويها فتح العين هسه احنا راح نسرع الفيديو حتى نكمل العملية.
هسه بعد ان خلصنا كل التحريك لهذه الشخصية، احنا مخلينها الاول، راح نسوي الكاميرا. الكاميرا اللي هي هذه الكاميرا، هذه الموف وهذه زوم ان زوم اوت. احنا على رقم واحد نضغط الكاميرا، اول وحدة نضغط بالمكان الفارغ، لاحظ صار كي فريم، نضغط هاي الثانية زوم كي فريم. هسه ايش نريد؟ نريد ناخذ زوم اول مرة، لو فرضا نجي زوم على الآية القرآنية، نجيب هذا هسه هاي على الآية القرآنية، نجي ممكن تشتري لي هذه، هنا راح نخلي الزوم اوت، زوم اوت، هذا زوم اوت صار، لاحظ هسه صارت بهذه الطريقة الحركة مالنا. ممكن تشتري لي ماكينة حلاقة لأني أحتاجها ضروري بهذا المكان، شوية مكان هذا، راح أضغط على كاميرا، هاي الكاميرا الثانية زوم، سويت كي فريم وأحركها فريم واحد، وأسوي زوم إن للشخصية هذه، كأن تكون هاي الشخصية، وخلي تطلع جزء من هاي الشخصية منها. هسه لاحظ ضروري ذهب الزوج واشترى لها الماكينة، لاحظ هسه جاي يحكي أخذتها منه فدخلت دورة المياه فحلقت شعر رأسها. فلما هنا راح تصير القصة مالتنا، يعني القصة راح تصير مالتنا. رأتها ابنتها قالت لها، هسه ناخذ الكاميرا ايضا نضغط هنا ونمشيها فريم واحد ونسوي زوم اوت، زوم اوت، لان هي راح القصة هاي راح تطلع القصة كاملة بيها، راح تطلع القصة كاملة بيها. احنا هذا بعدين بالمونتاج نقطعه، يعني ما هسه هذا. لماذا فعلت هذا يا ماما؟ قالت لها كي استريح يا بنيتي فكل اماكن هذا البيت. طبعا هذه القصه كلها راح تطلع فيديو، راح نرسمه بالدرس القادم. لم تسلم من سكوت شعري، فقالت لها ولكني دعوت الله لك بالشفاء يا ماما، وادخرت مصروفي وكل يوم اتصدق بها. هذا كله راح يصير تجسيد للقصه، هسه تجسيد للقصه. نجي الى اليوم التالي ذهبت لتاخذ في اليوم التالي هنا أخذت ابنتها في حضنها وبكت في اليوم وبكت. هنا يصير قطع للشسمة، ترجع على هاي الشخصية، ترجع على هاي الشخصية. في اليوم التالي ذهبت لتأخذ الكيماوي، فقال لها الطبيب مبروك سنتوقف عن الكيماوي لأن حالتك تحسنت وأنت. هنا راح يصير تجسيد أيضا، يعني نرجع لها. حلقت شعر رأسك غمرتهم السعادة جميعا، فقام زوجها بالتصدق بمبلغ كبير على الفقراء، فتم الشفاء بالكامل بفضل الله عز وجل. منا فتم الشفاء أيضا، راح ناخذها. فتم الشفاء بالكامل بفضل الله عز وجل، فلا تبخلوا بس. هنا الموعظة راح تدخل، فلا تبخلوا، راح ناخذها زوم ان، نسوي نقطة هنا، نسوي كي فريم كي فريم من الكاميرا، هاي الكاميرتين، نضغط على لاحظ هذه كاميرا، إذا تشوف هاي هذا الني، وحدة للكاميرا تراكينج ووحدة للزوم. هسه نمشيها فريم واحد فقط ونسوي زوم ان على الشخصية، على هاي الشخصية، على هاي الشخصية نسويها حتى تطلع لنا. فلا تبخلوا بالصدقة يا أولادي إذا أردتم أن تحظوا بتوفيق الله ورعايته لكم. هنا أيضا نسوي لنا حركة للكاميرا، ضغطنا عليهن، سوينا كي فريم، نمشي فريم واحد للأمام، نمشي هذا فريم واحد ونسحبه زوم أوت. هو جاي يقول لا تبخلوا بالصدقة يا أولادي، لأن حتى تبين أن أكو مجموعة يمه.
تصدقوا على قدر استطاعتكم، لكن تصدقوا، نعم تصدقوا بمالكم أو بعلمكم أو هنا راح أرجع للشخصية، هنا أرجع للشخصية فريم واحد، زوم إن للشخصية، لأن هو وحده جاي يوجه خطابة، جاي يوجه خطاب هذا. أو بابتسامتكم وحسن خلقكم، فالله حينما يرى منكم أنكم قمتم بالتطبيق، بعدما سمعتم هذا الكلام سيحبكم ويرضى عليكم ويحقق لكم أمانيكم ويدخلكم جنته إن شاء الله، لكن تصدقوا على من يستحق الصدقة. هنا خلصت، نضغط كاميرا، نضغط موف كاميرا 10 فريمات، نحسب من الواحد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لهنا، مباشرة راح نصعد إلى الآية القرآنية اللي بدينا بها، اللي هي هاي الآية القرآنية، إذا تلاحظها هاي الآية القرآنية راح ناخذها زوم إن، زوم إن، زوم إن للآية القرآنية، هي بركة هذه للعمل مالنا والمشروع إن شاء الله. هسه إذا تلاحظ النهاية شلون تصير، هذه هي النهاية. هسه كمل هذا الفيديو، هسه احنا راح نرندره، هسه هذا راح نرندره، اولا راح نحفظه، راح نحفظه، نقول له سيف از، نقول له سيف از، وهو احنا مخلينا لازم نسوي بارت 8 اسمه، هاي الدرس الثامن، راح تشوفونه بنهاية الفيديو. هسه هذا ايش راح نسوي؟ راح مباشرة نجي فايل، فايل اول مرة حفظناه كمشروع، هسه فايل موها اكسبورتر، هاي موها اكسبورتر راح تطلع لك القائمة، هذه موها اكسبورتر راح تطلع هاي القائمة اذا تلاحظها، بنفس المكان راح تنحفظ، وادوس وادوس هذه العلامة. هسه ان شاء الله راح يبقى يرندر ويكمل، وان شاء الله هاي هي النتيجة النهائية للمشهد. هذا سويناه مشهد كامل، بعدين بالمونتاج راح نخليه كله، وراح نجيب القصة المجسدة نخليها ايضا وياه، ونظل نقطع بالمونتاج بين هذا المشهد وبين القصة اللي راح نسويها. هذا المشهد اذا تشوفونه كامل، اللي عنده سؤال خلي يسألنا، اللي عنده تعليق لا تنسون، طلبنا من عندكم ان تضيفون قناتنا الى مواقعكم الى الفيسبوك، وان شاء الله كلكم بركة. بالأخير تقبلوا تحياتنا وتحيات كادر عامل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصدقوا على قدر استطاعتكم، لكن تصدقوا، نعم تصدقوا بمالكم أو بعلمكم أو بابتسامتكم وحسن خلقكم، فالله حينما يرى منكم أنكم قمتم بالتطبيق، بعدما سمعتم هذا الكلام سيحبكم ويرضى عليكم ويحقق لكم أمانيكم ويدخلكم جنتي.